الفترة اللي فاتت بقينا بنسأل نفسنا أسئلة كتير قوي ونقول هي ليه الكورونا جت وإيه اللي بيحصل ده وهل في حاجة سبب في إن هي تغير العالم كله كده؟ وأثبت لنا إن في علم ظهر اسمه علم الطاقة، وده هيعرفنا أكتر عن الموضوع ده وهنعرف حاجات وتفاصيل ما كناش نعرفها عن فيروس كورونا. معانا ومعاكم النهاردة ضيفتنا اللي مشرفانا دكتورة هدى الشيخ، استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية، وهتكلمنا عن إزاي نواجه أزمة كورونا من خلال علم الطاقة. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا جهاد. اهلا اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكم النهارده. نورانا والله. انا اسعد حبيبتي. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. في البدايه كده عايزين حضرتك تعرفي الساده المشاهدين يعني ايه علم الطاقه. طيب هو ببساطه جدا علم الطاقه علم من العلوم الحديثه، لكن هو مش حديث في العالم يعني، لكن حديث بالنسبه لنا وبالنسبه للشرق الاوسط. عندي ثلاث مدارس لعلم الطاقه، في مدارس شرقيه صينيه او هنديه، وعندي تطبيقات للفيزياء اللي هي نظرية الكم أو الكوانتم. فعلم الطاقة تطبيق من ضمن تطبيقات نظريات الكم أو الكوانتم أو فيزيكال يعني. تمام. طيب إيه مدى استفادته أو إننا يعني إيه طاقة أصلا؟ بكل بساطة كده للسادة المشاهدين، أي قوة مؤثرة وغير مرئية هي طاقة. يعني أنا لو مسكت القلم بتاعي وحطيته في مكان تاني أنا قدرت أحركه، دي قوة أو طاقة، أوكي؟ ولكن هي غير مرئية، أنا ما شفتش الطاقة اللي قدرت تأثر أو تغير مكان القلم بتاعي أو القوة المغناطيسية، وهي طبعا لها أشكال كتير جدا جدا. فأي قوة هي طاقة. طيب من فترة كبيرة الكون كله والعالم كله بيعمل أبحاث عن حاجة اسمها الطاقة الكونية. في عالم كده جاء لنا ان الكون كله عبارة عن ويفز وترددات مختلفة طاقية، عبارة عن ترددات وطاقة. فمن ضمن الأبحاث دي قدروا يسجلوا ان في ترددات حيوية اللي هي البايو انرجي او الطاقة الحيوية، فهي جزء من تكوين الكون كله اللي هي الطاقة الحيوية اللي هي خاصة بكل الكائنات الحية وخاصة الإنسان. تمام. فإذا الطاقة الحيوية بقى هي الطاقة اللي بتملأ أجسامنا علشان تدينا القوة والباور، وتقدر أجهزة الجسم بتاعتنا تشتغل من خلال هذه الطاقة. ده طبعا. طب يا دكتور، طبعا احنا دلوقتي طبعا عايشين في أحداث كورونا، وطبعا العالم كله مهتم بكورونا حاليا. طبعا. هل دي ظاهرة كونية متجددة أو متكررة حصلت قبل كده؟ يعني أو في مسمى كورونا حاجة معادلة ليها يعني؟ عايزين حضرتك تكلمينا بقى عن الموضوع ده من خلال علم الطاقة. طيب هو طبعا علم الطاقة علم ليه مقاييس ثابتة وليه أجهزة ثابتة في الكون كله في العالم كله دلوقتي. طبعا زي ما حضرتك قلت أستاذ عبد المنعم، يعني هي سنة من سنة الكون. احنا لاحظنا ان كل حوالي 100 سنة تقريبا بيحصل زي وباء، وهو طبعا حصل حتى ايام الصحابة وحصل في ايام كان الطاعون. زي الطاعون، وحصل في اوقات كتير، بس قدرنا ان احنا نسيطر عليه. دلوقتي الوضع فعلا مفيش سيطرة خالص عليه. لا، هي الانفلونزا الاسبانية كانت نسبة الوفيات كانت صعبة جدا. تمام. اكتر من الكورونا. هي الكورونا يعني خوفنا او يعني اكتر حاجه سلبيه فيها ان هي بتنتشر بسرعه، لكن نسبه الوفيات فيها اقل بكتير من الانفلونزا الاسبانيه، بس نسبه الاصابات في يعني ارتفاع مستمر. وهو ده الحقيقه اللي بيثبت لنا قوانين الطاقه اللي احنا بندرسها، ان الكون كله ليه قوانين ثابته وواضحه للانسان. فلو كل ما بنتعرف على العلوم دي، طبعا كل العلوم يعني مكمله لبعض، فكل ما بنتعرف على هذه العلوم ونحاول نفهمها، كل ما هنفهم كل القوانين الكونية والمقاييس دي، فبالتالي هنقدر نتلاشى هذه الأمراض وهذه الأوبئة. طيب يا دكتور، الناس حاليا عندها خوف رهيب، أو مش الناس كلها، معظم الناس حاليا مع زيادة الأعداد عندها خوف رهيب من الكورونا. ممكن في ناس تعيا او يجي لها مرض، يعني هو هي مثلا يقول لك عندي كحة، عندي نفس اوهام، يعني عنده وهم. عنده وهم. طبعا هو اساسا الوهم اللي احنا بنقول عليه اللي هو الايحاء النفسي، ده اساسا من طرق العلاج النفسي دلوقتي. يعني ايه؟ يعني لو 10 جاله كورونا، لان هو فعلا فيسيولوجي، يعني هتلاقي 100 قصاده مجرد ان الوهم سيطر عليه. ليه بقى؟ لان العقل عندنا عقل نوعين من العقل، عقل واعي وعقل لا واعي. العقل عن طريق الصور الذهنية، يعني كل ما هنفضل ماسكين في السوشيال ميديا ونشوف النهاردة الوفيات كام، ونشوف ايه اللي حصل، ومش عارفة ده بيتصور وهو خلاص يعني في لحظات الوفاة مثلا، او كل الحاجات السلبية، العقل بتاعي عمال يعمل ايه؟ عمال يزود الصور الذهنية عن الموضوع، فهيعمل عليه فوكس او تركيز، فبالتالي الاعداد هتزيد.
على ودي طريقه من طرق البرمجه. يعني ايه؟ يعني انا لازم اتابع ولكن ما اعملش تركيز قوي على السلبيات، دايما ادي امل وادي ايجابيه للي قدامي، لان طبعا العقل اللاواعي لا يفرق بين الحقيقه والخيال ولا يفرق بين الصح والخطا. يعني انا لو قلت للطفل بتاعي او للانسان ما تكذبش او ما تخافش، هو هيركز على الخوف، هو ما يعرفش الصح او خطا، هيركز على الفكره اللي العقل شغال عليها. فكل ما الانسان يعني يشوف صور ذهنيه كتير، كل حياتك بتتكرر. ايه اللي بيخلي الاعداد تزيد؟ لاحظنا ان في دول معينه زادت جدا جدا، وبعدين قدروا يقووا نفسهم ويسيطروا، بتنزل فجاه زي ايطاليا مثلا، زي ايطاليا واسبانيا وألمانيا. ودول كتير جدا الحقيقه. فده بيثبت لنا ان فعلا من قوانين الطاقه ان العقل بتاعك بيجذب لك شبيه الفكره. طب قد ايه؟ يعني قد ايه القانون بيقول لنا ايه؟ انا عقلي مع عقل حضرتك تربيع بيجذب لي من الطاقه الكونيه الهائله اللي في الكون دي الحدث. فدايما بنقول ان الواقع او القدر موكل بالمنطق، والمنطق موكل بالعقل واللسان. فكل ما هنقلل خوفنا وتركيزنا عن الموضوع، كل ما الموضوع نقدر ان شاء الله نسيطر عليه ونقوي نفسنا بالايجابيات ونكررها. عايزين حضرتك بقى من خلال علم الطاقه تقول لنا ازاي نعدي ازمه كورونا باقل خسائر معنويه ونفسيه. طيب ازاي نخرج من الازمه؟ رقم واحد اننا لازم ننسف الخوف. يعني ايه؟ أي شيء في الدنيا بيحصل للإنسان هو رسالة من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني كل شيء وكل قضاء هو ده قضاء، قضاء بيبقى خير لصالح الإنسان. استحال الله سبحانه وتعالى هيعمل لنا قضاء ضد الإنسان. ممكن يكون إحنا شايفينه أنه حاجة مأساوية أو حاجة مؤذية نفسيا أو ابتلاء، ولكن هو ده مش حقيقي للأسف. يعني الحقيقة أو العلم بيقول لنا والدين وكل الديانات السماوية يعني ان اي رساله او اي ابتلاء او اي حاجه سوء من النفس او من الشيطان. احنا محتاجين نعمل وقفه هنا، لان أيوة. كل الناس واخده الموضوع على انه ابتلاء وانه غضب من ربنا وعقاب، فيعني الكلام اللي احنا بنسمعه ده جديد علينا. بصي، هو دايما الوباء او الابتلاء بيجي بينسف، يعني بيجي فجاه وبيروح فجاه زي تسونامي كده، بيجي فجاه ملوش مقدمات. لكن دايما الكورونا يعني بدأت في أماكن وزادت في أماكن وبدأت تزيد. ليه؟ لأن احنا عندنا برضو من قوانين الطاقة إن ده مرض ظهر في مكان معين، فده تردد مرض أو ويفز مرض. فكل الدول القريبة من بتنتقل منها الطاقة دي، يعني الإنسان بينتقل من الطاقة دي بتنتقل من مكان لمكان. فكل ما زادت كثافة الويفز دي أو الطاقة دي، وكل ما زادت المسافة ما بيننا، بينتشر أكتر. طبعا نرجع لكلام حضرتك، ولكن بعد ما ناخد المداخله دي من حسن من سوهاج. اهلا بيك يا حسن. الو، ايوه لو سمحت كنت عايز اسال الدكتوره اسئله، يعني بالنسبه للطاقه الايجابيه، يعني في ايه غير الشمس والتعرض للشمس والميه الملح و يعني الحاجات اللي بترفع الطاقه الايجابيه وجهاز المناعه بالنسبه للانسان، يعني بتدي امل للحياه؟ تمام يا حسن، شكرا لمداخلتك. والدكتور هترد عليك. اننا نتعرض للشمس وطبعا دي حاجه جميله جدا، لازم اننا ننام بالليل ونصحى بالنهار، لازم نرجع للفطره الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها. وهو ده اللي احنا بنقوله، لو انا يعني خفت جهاز المناعه هيقل، ودي اول حاجه بتخلينا ان الازمه بتاعتنا تستمر، ما تخلصش بسرعه. طيب ايه اللي بيحصل في الخوف؟ الخوف بيخلي المناعة بتاعت الجسم تقل، وبالتالي الطاقة بتاعت الجسم كلها تقل، وكمان الهالة بتاعت الجسم بتاعت الانسان بتتفتح، فبيبقى معرض لأي طاقة سلبية، مرض، سواء بقى مرض او اي ويفز خطر. يعني حضرتك على الانسان عايزة تقول ان الخوف ده ممكن يكون سبب في ان الواحد يجيله الفيروس اصلا؟ ده اساسي طبعا، علميا وطبيا وفيسيولوجيا وكل حاجة وطاقيا. اول حاجه بتدمر جهاز المناعه وتدمر الطاقه، الهالات الاريه اللي حوالين جسم الانسان، رقم واحد الخوف، رقم اتنين العصبيه، رقم ثلاثة التوتر والقلق. تمام، ده كده بالترتيب. فكل ما سيطرنا على الخوف هنقدر نسيطر بسرعه بامر الله تعالى على المرض. ولكن طب ازاي بقى؟ يعني ان احنا ما نخافش فما ناخدش الاجراءات الوقائيه. أيوة. ونقول ان احنا مش هنخاف عشان لا 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 لا, لا طبعا احنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالسعي. يعني ايه؟ يعني اننا نسعى ناخد بالاسباب،
قدرنا نوصل خلاص يبقى ده قضاء الله سبحانه. طب احنا ازاي يا دكتور نواجه كورونا من خلال علم الطاقه؟ هنرجع لده، ولكن معانا مداخله من استاذ محمد من اسكندريه. اهلا بيك. الو الو، اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اسال دكتوره طوال؟ اتفضل دكتور، مع حضرتك. بعد حضرتك يا دكتوره، هو ازاي ان انا ممكن اشحن جسمي بالطاقه عشان اقي نفسي من الامراض؟ وهل الموضوع الشحن ده محتاج تدريبات كتيره ولا موضوع بسيط؟ تمام، سؤال جميل جدا. شكرا جدا ليك يا استاذ محمد. طبعا ازاي اشحن جسمي؟ ان انا اعرف الحاجات بسيطه خالص، اللي هو الجهاز الطاقي اللي انا بتواصل بيه بالطاقه الكونيه دي اللي موجوده في الكون، او بتواصل بيه مع الله سبحانه وتعالى عن طريق العباده. فهو الجهاز الطاقي ده بنعرف اماكن الشاكراز والمريديانات والهاله اللي حوالين جسمي ببساطه جدا، ان في طاقه داخله جوه جسمي وفي طاقه خارجه